السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ثمرات رباطي على أبواب المسجد الأقصى تحديدا في هذا المكان اللي حفظه كتير ناس من خارج فلسطين أو حتى من داخل فلسطين من الضفة اللي هم ما بيقدروا يدخلوا للمسجد الأقصى أو لمدينة القدس إلا نادرا، أني التقيت خلال هذا الأسبوع بثلاث شخصيات، تنتين منهم دكتورات في جامعات، واحدة في جامعة مرمرة في تركيا وأخرى في جامعة كندا، في جامعة بكندا، إحدى الجامعات في كندا، وأيضا طالبة من هولندا. كلهم جاءوني إلى هذا المكان لبرابط فيه، وطبعا عرفوني وعرفوا عن قضيتي، عن قضية القدس والأقصى من خلال هذه الستوريات اللي بنشرها على أبواب المسجد الأقصى، ومن خلال النشر على وسائل التواصل الاجتماعي والتعريف بالقضية وكشف جرائم الاحتلال عبر هذه التطبيقات. وكنت سعيدة جدا بأنه هذا الثغر وهذا السلاح متاح بين أيديكم، أيضا تقدروا تستغلوه وتستخدموه لخدمة هذه القضية. وكنت سعيدة جدا أنه رباطي هنا على الأبواب كان مجدياً.